وفاة الأمير معاوية بن حديج السكوني. أمير صحابي من كبار القادة، كان ممن شهد حرب صفين في جيش معاوية بن أبي سفيان. ولاه معاوية إمرة جيش جهزه إلى مصر، وكان الوالي عليها محمد بن أبي بكر الصديق. فقتل محمداً وأخذ بيعة أهل مصر لمعاوية، ثم ولي إمرة مصر ليزيد بن معاوية، وذهبت عينه في معركة دهقلة ببلاد النوبة. ولي غزو المغرب مراراً، آخرها سنة 50 للهجرة، واستولى على صقلية وفتح بنزرت. أعيد إلى ولاية مصر وعزل عنها سنة 51 للهجرة وتوفي بها.